كل ما تم ذكره يخضع للتحقيقات التي ستتلى على الجميع. تذكر الأسماء والأرقام والوقائع والأحداث، وتشكل لجنة تحقيقية الآن تشكل لجنة تحقيقية لغرض الاستماع اليوم للأسماء التي زعم السيد الوزير من السادة النواب أنهم موجودون. حسب الفهم المبدئي للاتهامات المجهولة اللي ممكن أن تثبت بعد التحقيق أنك كنت تعلم بها سابقا، وبالتالي فإنك شريك فيما تم ذكره. ابن مظلوم ورطاه خالد العبادي وابنه. يعني ابنك الشاهد اللي في قضية بين السيد وزير الدفاع السابق وأيضا السيد رئيس مجلس النواب. هذول الأسماء ورطاه. شو؟ هذول الأسماء ورطاه. هو شاهد حقيقي ولا شاهد زور؟ لا شاهد زور هو. شاهد زور يما تورط وراها يما. مريض بس أصل السنة متجوزة. الخاطر مو الخاطر حد يما. أنا مريضة وتعبانة. بس التنازل عنها. أنا بصدري قلب موات عالكلفة يذب روحه عالي وطول ما ينشاف حتى اليد متلوحه اسم الباقي والأسماء كلهن يمي ممسوحة. أنا ما أعرف هو الموضوع شلون انحشر بيه، شلون احنا انحشر. والله استاذ ما احنا ما لنا علم بيه. استاذنا العزيز سيادة الرئيس في بداية الأمر احنا ابننا موظف بإحدى الدوائر مال الدولة بالوزيرية، طلع للدوام الصبح ما رجع علينا بيوم من الأيام، هاي راح يصير سنة شهر تقريبا يتغرر. اي والله يعني لو على نياته لو الناس تستغله. والله مستغل هو، استغلوه. انا اقول لك استغلوه استاذنا العزيز، لكن استغلالهم راح هو هباء منثور. ما يتعلق بينا من باكر ان شاء الله راح يمضي هذا التنازل واكثر من ذلك احنا نساعد في انه مثل ما يقول هو طالما على نياته الله يحفظه وغرره وبيها من حاول انه نساعد في ان يطلع. الله يحفظه. الحمد لله على طلعته وحفظك وان شاء الله ما يشوفكم سوء. احنا حاضرين بهاي وغيرها واي شيء. يعني هو الانسان معرض بلحظه من اللحظات ممكن يخطأ، ممكن يوز الشيطان، لكن العبره نهايه الامور. انت احييت عائله كانت منتهيه فعلا. يعني لو ما هذا الموقف البطولي والشجاع والله العظيم احنا ممنونين منك اليوم الى يوم الاخر. واني ممنون منك. فضل لله. الدنيا تكفيني ما باتش البشر بالكون زعل ام اللي بتشيني. اني اشكر دولة الرئيس تنازل عني. اب كان كما تحمل الكلمة بمعنى. اشكر سيادة الرئيس على هذا اللقاء، هذا اللقاء تاريخي ومن حياتنا ينحسب هذا، ونشكره جزيل الشكر. وما ادري يعني الشكر قليل، يعني قليل شلون شكره قليل. الله يوفقه وينطي العافيه.